هذه منطقة مستودعات جنوب الرياض، وهذا واحد منها حوله وافدون صينيون إلى بؤرة غش لأجهزة ضخ المياه في المنازل، أطاحت بهم الفرق الرقابية لوزارة التجارة. حسب المعلومات المتوفرة تم رصد وتحري عن موقع، وتم مداهمته اليوم عمالة صينية يقومون باستيراد دينموات موية ومضخات المياه صينية. يتم نزع استيكر الحديدي لبلد المنشأ الصين ووضع استيكر حديدي وبلد المنشأ إيطاليا، ويتم ضخها في السوق. 40,000 من المنتجات المغشوشة والتي يتم تغيير ملصقات بلد المصنع من صنع في الصين إلى صناعة إيطالية جهزت ليتم ضخها في الأسواق المحلية. من أنواع مضخات المياه دينموات المنازل، هذا بعد التعديل وهذا ما زال صيني. الآن هذا نفس المنتج تم تعديله إلى من صيني إلى إيطالي. محل بيع هذه المنتجات غالبا ما تكون داخل الأحياء السكنية لسهولة بيعها وتصريفها، ويبقى على عاتق المستهلك شراء مثل هذه السلع من أماكنها الموثوقة. محمد العتيبي، الإخبارية، الرياض.